دفعتي لبي تمرد يا مانتا كقلن جبسي ناشنال كوليج أو كمدا كوليج هذا وين يكوي الله مجال ده بورا ما يحرون تقبل كاودل سدوا كلنا لقو برتا لقد إنجليش كحرفة الكمبيوتر كحرفة فجارة كهذا الك يا عافيمات ك مناسبة قلن جمتا يا وح جوب جو كها مامل كقبل كاودل قدوميها حسب معارض كوداني قبل كاودل والدين يمرتي شرف كلاي بربلوكي مناسبة دا يا وحا هذا القاتي مامولك يا معلمين تكالدوان ناشنال كوليج يقونا كور بحيي مرحلة ديه كالدوانا او صومري ناشنال كوليج وحان هرم ما انت هرس بشيغنا ان كوليج ناشنال لاساسي تاريهان لابد بنيسيان إلا هدنا ان زوري تدور او زوري فعد جوري سي عمل تسك جوري ونقول بقول ما هين لقطة إنجليش كيا هين ورين وعمر ولي لقطة إنجليش بحكو يجي من أنا مر لبعض صار أساسني وحال الروج قالوا كمبيوتر فعد استحال عمل بريد استحال سمين ما هين فقارا كهذا الكلام وحال الروج قالوا بمنس فيه وقدم بعدين أو مر كان وقدم في سي وحال وقدم فيه ونقص الدنيا بريد عامات كا أو هاي مر فعد لبعض حتى يخلد جميعا مستقبل هنا إنه رجعنا إن شاء الله إنه سنة كان صدرنا دوسي وصدع أو وحويان سنة كان بلابنا إن شاء الله هذا أنا وحويان وده على الناس إنه هوش عصير وسوس كل هاي نلاقي بقى أنا محلة أرد ما أنت كان جميل زي وحيش كل شيء أفرتا ولا تبعد الصور شيء أو إنجليش فقارك هذا الكي عارف يسلو كله كمبيوتر تنس هي سبوجرا أردنا بروحها بدلنا معلمتي وصابرتي المدرسة بصوت زاريسي والديتي يوم معهم يوم معلمين هذا ما تيهين ما أنت حقوس ولا هاي مت كم إذا حفل ذي كده عيش لي معدك أو مت كم إذا صلى الله ها ما أنت وحبا حي إن شاء الله تفعدي لبيت مناد إيكولوجيكا بحيث اللغة الإنجليزية تفعدي سجالات ee ka baxaysa ee fagaarka dalka tafadii todobaad ee ka baxaysa qaybta computerka tafadii labaad ee ka baxaysa qaybta caafimaadka maad ku saadalkii saanba waxa uu jiray mid aad u farabadan waxaan soo saaray arday kala duwan ee isagoo runtii haysta agab wixii lagu toobar lahaa oo dhan ee una dhameystiran tahay macallimiin iyo wixii wax sameyn lahaa oo dhan dhamaan yaagaba ilaahay maadu sugnaatay suurigeliyey intaas oo dhan soo jiro hadda waxa aan ku jirnaa haddii ilaahay u dalo garaado in macadku insha allah isu beddelo sida halkan ka dhawaajiyey maamulka iyo boorka cusub maamulkiisu mastar cabdilaahi muuse isuu ka dhawaajiyey insha allah waxaan ku jirnaa haddii ilaahay dhaado ama aanu si fasharci ah u qaadanay inaanu u beddelno kolejka dugsi caadiya وصبحي لقول برن دون إن شاء الله دكسي لحى إيه هوسي سوتشر إن شاء الله دولا هرادو سنة دسوس عتوه هرتشي إن ده إن أنا فرنا دكسي جا هوسي إنت كذي واحد آذية أنا أقول فرح سنة إن أنا أركو ميت كم إذا مريه سنة ده إن سو بيرني أون ما تأركين إن أنا جو سنة إنه أردت قلنا شو بني سو عن لاي واحد سو قالتين مدار وحكو صبرتان سيد دونان هم كلا وينادان أما هكلا يريدان أمين هكلا بتان لبس سنو سنك نح بلاد نوعي دونان هم نقضانه وحد كولج كلت جيسان علم أنت إلى أي كسيية وحد رجينية علم جاب برت إنا نقول من أذوب برتي لكن هم نقضوا من أقول شلو برتي أو تكوكا في ذا قول شلو النقض والدين تمد بالله هيو هذه شر عرقلت بات ماذا عرقلت والد كبر شر كسان وحوي أرضي وح اللي قد يريك ليا إنه سيب برتو إنت نك بدن لكن وح عرقلت كان يسا إلا يدا هو عرقلت شو بيسير قري جيس كفدي وعين العلم إنت نك بدن راديا أرضي هو إن بدن وصعدا وح اللي كرده داري والد إن أتسمع إنسان ديريكين أدو ديريكين إنسان أرضي ده إن مالك لدودون وحكا برتان وهي علم قاسي ومدى مالك أن فايدة كهلية ما سيج كاللبات آمين إذين قد بني والد وحوي كلي ما ملكيغا أيا كارلي سنة كان هدو إلهي قدرو أما السنة الدوكسية كالصوصة
ناشنال كوليج هذه أمر كيلو تقارني وحنا نقول دهنا ناشنال سكولز وعن سنة كم فرد دهنا دوكسي هوسر ده وعن رجينا ما سيج كوارد ده عندنا نو حبرنا يو يرير كينا أما وأوبت كينا إن الحب ده نيد الله وحيو إن تيم كان عدد كده حركتنا قانت هذه كوا يرير سوسة وانا وقت كده حركي دونتان إسكول كانوا حركيني إن أنا لمغانين أنت سكدي بيا وح هذا الكيس كأكل الدم بيه مرتي شرفت كلا دوانة إذا كسو قيب جشي مناسبة دقلين جبينتا وحين الدم أنت هنبلي يبغى قادين لو ذاكين أرض دقلين جبينة يسي تيو ما هنقا أو مالين تودي وبحن رنتي قلين جبينة إن الله فرحنا أو أن فرحتنا لو ذاكنا مركا وح الله هاي هنبليو 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 مرلا بعد والدين تيا دم وح الله هاي رنتي كسو تدالي وقت كبيحي نيجنا وح الله هاي تدال بدن بعد بحسن خير الله نسيو وبحا قروح بدن لا يتساوغو هايسان سيو ذا كدالينا ناشنال كوليج وا كوليج كيغي وا كوليج كان كسو بلاوي ان انا نرادو هاو ار يو وا كوليج كان كسو بلاوي ان انا نرادو اي ام فاين ان وحا لي هاي قولة قلن جبين ايسا ما عدك في قلن جبين ايسا قلن جبين تينو اما انا قلن جبين ساي اما انا قلن بدلتاي كمر دينا إن أدمر كات وحياه فر بدن سو برتة أتقالن تبيني سي لكن بوسيشن كات تاعن تهاي ميت كم بده هم يجاعي أياد قاعد يسي سي أما ميت كم بده هم يجا الله حيد أياد بوسيشن كيسة قاعدة إن شاء الله سكونا وح وثاق قلب كيسي مركي أنا وارن أي باهي فر بدن ولوجا قبها حفظ الشعب كا أي سن شرين أردي أردي دوني ديستني سكالان سكوليسكا هوسة وح إن شاء الله وسأرد حبر شراء كعد سنين أنا قلوس فرنجليان madama in badan hanu jirnay biidullaah kariim taasina waa suurtooday wasaaradda barashada waxa ay dugsiga u aqoonsatay inuu furi karo dugsi hoose dhexe awoodaana uu leeyahay agabkeegina uu hayo iyo macallimteediba waalidka halkan fadhiya waxa uu uga faa'iideynayaa inta shacabka degan iyo inta ka fogba inay ku soo dhawaataan macadku inuu isu bedelay dugsi hoose dhexe insha Allah xagga sarna waanu gaarinaa ardayow haddaad hadaf leedahay inaad meel gaadho haddaad leedahay cid ka xigta ma jirto anu ardayga anugu naxbahay ardayda waxa kamida ardayga yiraahda ardayga kaalinta koobaad gala anugu ardaygaas waa arday fiican buu isu galaas baanay maxaa ka faanaysa adu maxaa tahay marka insha Allah kulli ardayda taas aan leeyahay dadaal badan sameeyay insha Allah hadda waxa weeye jaran jar baad gaadheen ama jaran jarti ugu horeysa wax barashada gaadheen insha Allah taalka ka sii wada college kumal kooga wuxuu bixin jiray luqada ama iyo computerka iyo public speakingka marka labadan sanad dambe waxaan ugu soo kordhinay qaybta health science-ka ama caafimaad aan qaybta caafimaadka laban u kala saagnay waa qayb basic skill iyo first aid isugu jirta iyo qayb duration kooga badan yahay oo hal sano qaadanayso oo ah diplomoyin haddii noqoto shibaad ama nursing ama pharmacy haddii diplomoyinkaas caafimaadka ama nutrition ama public health marka labadan sano waxa ka qalin jabiyay waa ardaydan soo saagnay waa ardaydii fundamental of nursing iyo first aid kisugu dhex jirtay kuwa diplomoyinku iyagu waa sanad iyagu way socdaan laba class baan u haynaa oo ah shibaad iyo nursing insha Allah iyagna xalfadda ku xigta iyadoo ayaanu rajaynaynaa in xalfadoodu dhacdo first of all I like to congratulate you for taking this journey which was not very easy because you have tried your best to work hard until you have reached this level. Now you have attended this particular congregation for the purpose of celebrating your efforts. And I believe since this is a national college of English and ICT as well as the public speaking, I am expecting that in future, whenever we have such particular occasion, let us try as much as we can. يقول الله عز وجل في محكم كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول نبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد after thanking the Almighty Allah
May peace and blessings be upon the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam. This is a very, very good occasion. It's a very good forum because it's a forum where students are graduating. وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَلْبُ الْعِلْمِ فَيَقُولُ نَبِي صلى الله عليه وسلم طَلْبُ الْعِلْمُ فَرِيضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَ. The Holy Prophet صلى الله عليه وسلم says, seeking knowledge, طَلْبُ الْعِلْمِ فَرِيضَة, it's compulsory, لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَ, for each and every Muslim, female Muslim and a male Muslim. So we really congratulate the graduates today for following this hadith. Geestooda waxa hadalka qaatay qaar ka mid ah ardayda qalin jabinaysay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa, Today is a great that we are graduated, that we are graduated and proof as we are active students. A group of us, we are active students. I am very glad to see this uncountable smile, and ask for Allah to long it, and ask for Allah to long it. As we know, teacher is someone who teaches you something. Teacher is the one who produces from those who will become the flower of tomorrow. Teacher is someone who is more precious in our community. For example, in many people, when they study in a school, and if the class consists of 60 students, and 10 students or 20 students, they learn something perfectly. Another student is, they will like that they make it busy for those who are educated for something. So I would like from the student that will be studied for the school, they have to be respected for their teacher. daraar boor bi si daad dhafaal weeyaa waqtigu rajadu guushay dhashaa aqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga marka dhanka wacanka dayo ruliis waxbay saxdaa ereyna waxa loo dhigtaa dhankiisa wanaaga lehe haddaad tahay ruux dhibsada wuxuu dhahay ruux dhahaa dhigtu yaafku ismaqlaan adkaysi haddaan u dhalin hafeeftaa lagu dhaqmaa aadmigu waa dhawaan arag dhaayaha waan ka wada simannahay runbaa qowl lagu dhidbaa beenbaan weliga lib dhalin aqlaa laysdheeryahay khalquu dhaayaha ka siman runbaa qowl lagu dhidbaa beenbaan weliga lib dhalin nafsigu uu soo dhaxaa dhagxumo waa laga durkaa hankaa dharag laga noqdaa sharaftu waa dhowrsasada iimaankaa lagu dhargaa dhulkaagaa lagu hodmaa qurbaa lagu dhagla rugmaa abwaankii dhaqanbilaa mursay sida dhayda geel la siin jiray aadmigu tix buu kaysana ku dhahay baahidu cashar bay dhigtaa dheedheer cilmiga laguma tegin ciyaarifka laguma yiman dhibba aadmiga wax bartayn. After that, I can say to you, listen to me careful. Parents, the time plays a very important role in our life. And also, time is a careful, or it's not a question. Because of time, it's not with anyone. And also, time is a very important. It has a strong and powerful. And secondly, the management of the time is the only way to success your life. Today I wanted to share 3 points about success. Point 1 is, what's success? If you wanted to know what's success, don't listen to what the people say about, because you know their ideas differently. So we ask ourselves what's success, and ask yourself what makes you to feel that you are a successful person. First, to be happy, to have a power, to have a money, or to be educated. qaybta public speaking-ka ama fagaara ka hadalka runaantii waxaan ka hadlayaa waxaan jeclaystay inaan ka hadlo maadaama oon ka baxayo xirfadda public speaking-ka inaan muhiimiyadda ay leedahay idin tuso run ahaantii cid kasta oo bulshadeena qaybaheega kala duwan saa'id bay ugu baahi qabtaa laakiin ma oga qiimaheeda waxaana xoog ugu sii baahi qaba
dadyowga hanka siyaasada leh run ahaantii bulshadeenu way ka gaabisaa xirfadan iyaga oo raba inay bulsho matalaan ama ay hor u noqdaan haldoor iyo horjooge haddana xirfadaasi oo saacidaysa inuu qofku ku meel maro way ka liitaan sababtaasi ayaanan idiin tusayaa muhiimiyadda ay leedahay isla xirfadani aan kusoo bimanay barefadka ama komitaka aan baranay baan garanay intay soo loo shidayo soo loo dubiyey midna laakiin markii aan ugu yimiday macalimiin aad iyo aad u furan oo kusoo dhaweyneysa waxaan dabartay waxyaaba ku saabsan kombiyuutarka waanan qayb ka mid ah qaybaha ugu fiican ee la barto oo hadda dunidan ee update waxa ugu horreeya la barta waa kombiyuutar kombiyuutar hadaad garanayn halka joogtana waxaad u baahatay inaad barato cudurkii xanuunkaagu nolosha cusleeyay astareec siiskeenu caafimaad ku sii hooyo rabbigii cashiga uumay soo celi awooddaada farxadan cidka la haysan ku caway intaad nooshahay cishanka ma maarmaayo heli maayo caynkaaga caradan intaad joogto wehelkaaga waa ciidan caan weeye magacaagu cirka weeye sharaftaadu cajiib weeye weedhaadu cashri weeye noloshaadu caawo haddii aanan xogeyaha gobolka awdal mustafa cabdi axmed iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka awdal oo hadalka iskaga dambeeyey ayaa waxay tilmaameen waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ardayda qalinjabinaysa ee maanta ka qalinjabinaysa kolejkan national college hambalyo baan leeyahay hambalyo kolley waxay aad barateen ilaahay idigu anfaco waxaana nii rajaynayaa inaad noqotiin kuwo ifi aakhiraba ku faa'iidaysta waxaad barateen ruhaantii cilmigana waqti badan baa laga hadlay waqti badan baana laga hadlaa waxaan ugu soo koobayaa da'yartaa qalinjabinaysa iyo macalimiinta ku dadaashay inay soo saaraan da'yarta maxaan ku dhadaa hadday luuqadda ingiriiska tahay hadday iskiliskala tahay hadday maxaan ku dhadaa qaabka fagaaraha looga hadla tahay kolley arday badan baa qalinjabinaysa waxaan leeyahay macalimiintii soo saartay iyo maamulka kolejka iyo ardayda qalinjabinaysa iyo waalidiintiiba waxaan leenahay dhammaantiin guulaysta ardayda qalinjabisay ee madashani runtii iyaga maanta ay u xidhan tahay eed arkayseen sida ay luqadda ingiriiska ugu hadlayeen waxaa sharaf weyn oo ballaadhan noo ah haddaanu nahay maamulka gobolka awdal ama xafiiska maamulka gobolka ardaydeedii waan la ciidaynaa waan la fadhinaa waan hambalyeynaynaa waan bogaadinaynaa waan la mataqaanaa sacabka iyo farxaddaasaan qayb ka nahay gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa abaalmarino kala duwan la gudoonsiiyey ardayda ka qalinjabinaysay national college